طيب اخر خبر عندي عشان اطلع استقبل ضيوفي. اولى حلقات البيت الكبير كانت مع الكابتن التاريخي لنادي الاهلي كابتن شادي محمد. هذه الحلقه كانت ما بين قبل الحلقه الحقيقه كانت ما بين التأييد والرفض من البعض، ولكن ما رايته من مظاهره حب في هذه الحلقه ان احنا نبقى ترند رقم واحد لمده طويله جدا لمده 4-5 ساعات تقريبا، اعتقد ان ده شيء رائع جدا. ما بين كل تويته وتويته كانت بتتكتب كانت مظاهره حب لوجود الكابتن شادي في قناه النادي الاهلي. النهارده كابتن التاريخي للنادي الاهلي كابتن شادي محمد بيزور مران الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي داخل ملعب مختار التتش. انت بتقول ايه يا اسلام؟ ايوه اتفضل. كابتن شادي محمد بيزور فريق النادي الاهلي داخل ملعب مختار التتش قبل مواجهه الترجي. صوره بألف معنى وصوره بألف كلمه لكل من حاول ان هو، خدوا بال حضراتكم مهم جدا ان الناس تبقى عارفه قيمه الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب ده هو القيمه بتاعتنا، هو رئيس النادي الاهلي والقيمه الكبيره للنادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. اول وانا سالت شادي السؤال ده اول حاجه عملها كابتن خطيب لما قابلته عمل ايه؟ قال له خدني في حضني وقعدت اعيط. ده بالنسبه لشادي. النهارده شادي كان قاعد مع الكابتن محمود في التمرين وقعدوا يهزروا ويضحكوا ويتكلموا وكلام محترم جدا. هذا هو النادي الاهلي، هذا هو رئيس النادي الاهلي بيحاول يلم كل الناس عشان اسم النادي الاهلي ليظل دائما النادي الاهلي هو ايه؟ ها عايز اسمع. النادي الاهلي هو ايه؟ البيت الكبير. النادي الاهلي هو البيت الكبير، ورئيس النادي الاهلي يظل دائما اسطوره في كره القدم، ولكنه رئيسا لمجلس اداره هذا النادي الكبير العريق اللي دايما زي ما قلت لحضراتكم بيحاول يلم الناس كلها حوالين البيت الكبير النادي الاهلي بغض النظر عن ما حدث قبل ذلك. صفحه واتقفلت ونبص على اللي جاي، صفحه واتقفلت ونبص على اللي جاي. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل دكتور احمد ثابت وكابتن كريم سعيد. رجعنا بقى من ايام كاس العالم، من ايام الاهلي في المونديال، لاول مره هيكون معايا النهارده دكتور احمد ثابت وكابتن كريم سعيد. هنتكلم كالعاده زي ما حضراتكم دايما متعودين مننا، هنتكلم بالفيديو، هنتكلم بالصور وبالدلائل وبكل شيء، ووجهه نظر فنيه بحته لدكتور احمد ثابت وكابتن كريم سعيد بعد هذا الفصل.